ما كنت أظن أنك ستعود مرة أخرى لهذا السجن. كنت على يقين بأنك ستلقى مصير رفاقك. هم ليسوا برفاقي، وما وجودي هنا إلا إثر وشاية من رجل كاذب لا يخاف الله. المهم الآن أنك بخير، وما دمت قد عدت ودون أن ينزل بك أمير المؤمنين عقابه، فأظن والعلم عند الله أنه سيرأف بحالك وحال من معك. سأعود إليك ليلا لتخبرني بكل ما حدث معك. ومن قال لك أنني أريد بيع دكاني؟ يا أبا عبد الله، أنت ترى أن هذه الدكانة لا تدر عليك إلا القليل من المال، فلو أنك بعتها واستفدت من ثمنها في عمل آخر لكان في ذلك مغنما لك ولغيرك. من تقصد بغيري؟ أنت أم من أرسلك ليشتريها؟ أنا ما شأني بهذا كله؟ ما الذي سأشتنيه من وراء ذلك؟ أنا يا أبا عبد الله لا أريد لك إلا الخير، أم تظن أنني سمسارا بينك وبين المشتري؟ لا أدري عنك يا عامر، ولكن الذي أعلمه ويجب أن تعلمه أنني لن أبيع دكاني لا من أجلك ولا من أجل غيرك. يا أبا عبد الله، ولكن الرجل سيدفع لك مالا كثيرا. أي رجل؟ أنا أقصد سمعت الرجل سيدفع فيها ذلك. الدكان ليست للبيع يا عامر، ليست للبيع. استودعك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله، كاد أن يفتضح أمري. ما الذي يضرك يا ابن حنبل؟ لو تركتنا ننتفع بخمسين درهم. خمسين درهم يا ابن حنبل. رأسه يابسة، رأسه يابسة. قلبي برحمتك اللهم ذو أنوسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفته بأنك الله ذو الآلاء والقدس، لأنك الله ذو الآلاء والقدس، لأنك الله ذو الآلاء والقدس. ولكن بذلت ما بوسعي يا سيدي. لو أنك بذلت ما بوسعك لحصلت على موافقته، ولكني أحسبك رميت الكلام دون حماس وعزم. يبدو أنك لست بحاجة للمئة درهم. هي لحظة، مئة درهم؟ قلت لي خمسون. بل مئة درهم إن استطعت إقناعه. مئة درهم؟ يا ويح عامر إن لم يعاود سأحاول مرة أخرى، ولو أدى ذلك إلى طردي من الدكان. خطرت لي فكرة. ستقتلك؟ أيها الأحمق، أقتل رجلاً من أجل دكان يعمل فيه إسكافي؟ الحمد لله، حسبت أن الشيطان قد زين لك ذلك. قل له أنك ستترك الدكان وعندها سيفرغ دكانه وينشغل به. أترك الدكان؟ ماذا تقول؟ أين أذهب؟ هذه الدكان باب رزقي. مجرد قول فقط. أخشى 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 أخشى. يبدو أنك لست متحمسا للمائة درهم فيما أرى. لا، متحمس، متحمس جدا. سأقول له ذلك كما تريد كما تريد. سأرى. سترى. مائة درهم، مائة درهم، يقول لي مائة. اسمع يا قاسم، هذه المهمة لو كشفت ففيها هلاكك، وإن وفقت فيها جاءك من الخير ما لم تحلم به لا أنت ولا عشيرتك.
أرجو أن أكون عند حسن ظنك بي يا مولاي. أريد أن أعرف كل صغيرة وكبيرة يا قاسم. أمرك يا مولاي. اذهب الآن واحرص على أن يظل ما اتفقنا عليه طي الكتمان، واحذر أن يكشفك أحد. أمرك يا مولاي. جعفر البرمكي يستغل قربه منك في كل شيء يفعله، كما أظنه لا يرجع إليك في كثير من الأمور. لست أول من يقول لي ذلك يا زبيدة، ولا أدري سبب كرهكم لجعفر. ما الذي فعله جعفر حتى يستحق منكم كل هذا الكره؟ أنت من جهة وابن الربيع من جهة أخرى، ما الذي فعله جعفر؟ إذا أذنت لي يا مولاي، إنما يقوم به جعفر يثير حفيظة الناس عليه. ومنهم أنت؟ أنا وغيري. إن جعفر يتصرف بأمور الخلافة كما لو كان هو، فليعذرني مولاي، كما لو كان هو أمير المؤمنين. وماذا في ذلك يا عيسى؟ أليس هو صاحب أمير المؤمنين؟ أليس هو ابن وزيره؟ أليس هو ابن أمه في الرضاعة؟ أليس هو كفؤا لأي مهمة تسند إليه؟ ذلك كله لا يمنحه الحق في أن يتصرف كما لو كان السيد الأوحد في دولة هارون. يا مولاي، إن دولة أخرى تتولد داخل دولتك، دولة البرامك. يا زبيدة، والله إنكم تهولون الأمر كثيرا. إن دولة البرامك كما تسمونها إنما هي تحت خدمتي وتحت سلطاني، ووالله يا عيسى إن النطع والسيف جاهزان لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه الدولة، حتى ولو كان من بني العباس أنفسهم. قلت للسيد صهيب إن قولي لابن حنبل بأني سأترك الدكان ربما قطع رزقي ورزق أهلي وأولادي. قال لا عليك يا عامر، مجرد قول لا أكثر. ولكن يا سلمى، أينفذ وحده أم لا؟ يبدو حلا مناسبا، فبهذه الطريقة يضطر ابن حنبل لبيع الدكان وتظفر أنت بالمئة درهم. مئة درهم؟ سأحاول يا سلمى، فالمئة درهم تستحق المحاولة. مهما يكن صحيح، هل أكد لك صهيب هذا أنه سيتركك تعمل في هذا الدكان فيما لو نجحت في إقناع أحمد ببيعها؟ أجل أجل يا سلمى، ولكن لا أكتمك سرا، أنا متخوف من غضب أحمد، فهو مصمم على عدم بيع دكانه. ماذا لو قال لي إن كنت تريد يا عامر ترك الدكان فاتركها؟ عندها سأكون قد خسرت مرتين. لا لا أظنه سيفعل ذلك، ليس لديه إلا الدكان موردا لرزقه، ثم من أين سيجد مستأجرا آخر لدكانه؟ إنما عرضه عليك صهيب هذا ليس ذا جدوى، فلا تضيع وقتك معه والتفت إلى ما ينفعك. كيف يا أمي؟ إنه يضعك في وجه العاصفة وحدك، فإن هدأت لن تجد نفسك إلا عاريا. عاصفة؟ عاصفة؟ أي عاصفة تلك يا أمي؟ أقصد أنك لو فشلت بالضغط على ابن حنبل، وأظنك ستفشل، فستكون العواقب الوخيمة على رأسك وحدك. إن طردك ابن حنبل من الدكان أين ستذهب؟ الحقيقة يا أمي لا، لم أفكر. إذن فالفكرة التي عرضها عليك صهيب هذا لن تضر إلا واحدا، هو أنت أيها الأحمق. تضر؟ ما الحل يا أمي؟ ما الحل يا سلمى؟ الحل المناسب أن تترك هذا الأمر برمته ولا تجازف بعملك ورزقك. وأترك مئة من الدراهم؟ لدي رأي آخر. أدركين به يا أم عامر.
حمدة ما بك؟ إنما اشتقت لمحمد يا أمي، لم نسمع عنه خبرا منذ خروجه إلى اليمن. زوجك يا ابنتي لا يلقي عصاه منذ أن كان صغيرا، يحب التنقل، يهوى السفر. ماذا أقول أنا إذن؟ أنا التي لم تعنى بجانبه يوما على تمامه. لا أدري ما أقول لك يا عمتي، إنني أخشى أن مكروها ألم به. آه يا عمتي، يضيق صدري ولا ينطلق لساني فرقا على محمد، وقلبي يحدثني أن محمدا في ضيق. استغفر الله يا ابنتي، استغفر الله، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قومي يا ابنتي، قومي توضئي وصلي ركعتين، واسألي الله أن يحفظ محمدا، إنه خير الحافظين. أفعل إن شاء الله. بارك الله فيك يا ابنتي، بارك الله فيك. تعالي تعالي يا بنيتي. تفضل تفضل، استريح. بارك الله فيك. أتدري أيها الشافعي، منذ أن عرفتك أخذتني الحيرة في شأنك. وما سبب تلك الحيرة؟ كل الذين عرفتهم في هذا السجن كانوا لا يعرفون للنوم طريقا، أما أنت فما فارقتك الطمأنينة. من آمن بقضاء الله وقدره كفى، وما نفر من قدر إلا إلى قدر. صدقت يا شافعي، ولكن أتظن أن أمير المؤمنين قد أقنعه كلامك؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. والله ما قلت كلمة إلا صادقا، وما ظننت أمير المؤمنين ينزل العقاب بمظلوم. مولاي أمير المؤمنين لا يظلم أحدا، ولكن من وراءه فهم منبع القلق وموطن الخوف، فالأدلة تحاك والتهم تلفق، وبعدها تزهق الأرواح وتقطع الرؤوس. أما أنا فقد فوضت أمري إلى الله، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قليل من يدخل هذا المكان ويتعلق به قلبي، فكم ملكت علي نفسي أيها الرجل، وكم أرجو أن يظهر الله براءتك أيها الشافعي. قل لي يا أخي، كيف رأيت أمير المؤمنين اليوم؟ اسمع أيها الرجل، لا أعرف لما ارتاحت نفسي لك، ولكني لن أزخرف لك القول. إن الأمور تمضي على غير ما تحب. قد جئتك من عند أمير المؤمنين وهو على ما يبدو متكدر المزاج، وقد طلب رؤيتك من دون الآخرين. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فلنمضي.
السجناء في الباب يا أمير المؤمنين. السجناء مع الشافعي. دع تلاميذ الشافعي خارجا الآن وأدخل الشافعي فقط. أمرك يا مولاي. وعليك السلام يا شافعي، تفضل بالجلوس. أحسب يا شافعي أن كلامك بالأمس كان صادقا، فوالله لقد لامس قلبي واطمأنت إليه نفسي. حفظ الله أمير المؤمنين وحفظ به دينه ورعيته، وإنني أشهد الله أنني لا أحمل لولي أمر المؤمنين هارون الرشيد أي ضغينة، ولا ينطوي ضميري إلا على الولاء والطاعة والإذعان لأوامره. وما دار في خلدي يوما أن أوعز إلى مسلم بالخروج على طاعتك، لا، ولا حدثت بها حتى خبيئة نفسي. ولكن يا مولاي، غفر الله لمن خاف على لعاعة من الدنيا فأنسنت الخوف من الله والدار الآخرة. العصمة لا تكون إلا للأنبياء يا شافعي. أصلح الله أمير المؤمنين، قد علمنا أنه لا يظلم عنده أحد. رفع الله مقامك يا شافعي. لقد أخبرني قاضي القضاء أنك أخذت العلم على يد الإمام مالك بن أنس رحمه الله. رحم الله مالكا، إنه نجم العلماء وزينة الفقهاء والمحدثين، وما أحد أمن من مالك. أخبرني عن علمك بكتاب الله يا ابن إدريس. عن أي علومه تسألني يا أمير المؤمنين؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته بين جنبي، وعرفت وقفه وابتداءه وعدده، وعرفت أيضا مكيه ومدنيه، وناسخه ومنسوخه، وليليه ونهاريه، وما خوطب من العام يراد به الخاص، وما خوطب من العام يراد به العام. والله يا ابن إدريس لقد أثلجت صدري. فكيف علمك بالنجوم؟ إني لا أعرف منها البري والبحري والجبلي والسهلي والفيلوج والمصبح وما يجب معرفته. والأنساب؟ إني لا أعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين. الله ربي، الله ربي، لا أشرك به أحدا. هل من عظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. يا ابن الربيع، لبيك يا مولاي. خذ ابن عمي أمير المؤمنين عندك
وانظر له دارا يسكنها ونفقة تعينه على عيشه، وأطلق صراحة تلاميذه. في الحال يا أمير المؤمنين، في الحال. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. حللت أهلا يا شافعي. يا أمير المؤمنين، لي عندك طلب قبل أن أخرج. قل يا شافعي، وبإذن الله طلبك مجاب. ها أنا ذا خرجت من سجنك بعد أن دخلته مظلوما، فمن الله علي بالفرج وأظهر براءتي لك، ولكن أخشى أن في سجنك مظلومين لم يبلغهم عفوك ولم يشملهم صفحك، فتفقد أحوالهم يا أمير المؤمنين. يا شافعي، هارون الرشيد لا يرضى أبدا أن يسجن عنده أحد ظلما، فإن كنت تعرف أسماء بعض من هؤلاء نظرنا في أمرهم. أنا لا أعرفهم يا أمير المؤمنين، لا أعرفهم، ولكن حارس زنزانتي يعرف قصصا كثيرة عنهم، ليتك تسمعها. ووالله إني لا أقصد من وراء هذه النصيحة إلا رفع الظلم عن كل مظلوم. سنأتي بهذا الحارس ونسمع منه كل ما عنده، أعدك بذلك. جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين. هل لديك طلب آخر؟ لا أريد شيئا إلا أن أراك بخير يا مولاي. يا ابن الربيع. مولاي. نفذ ما طلبته منك في الحال. أمرك يا أمير المؤمنين. تفضل يا الشافعي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فسأل الصحابة: يا رسول الله، هل نرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة؟ قالوا: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده لترون الله عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ومعنى لا تضامون في رؤيته أي لا ينالكم ظلم، وتستوون كلكم في رؤية الله سبحانه وتعالى. وبمثل هذه النصوص الصحيحة يستدل أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، خلافا للمعتزلة وأتباعه. ألا ترون معي أن متن الحديث الذي ذكره شيخنا اليوم يتعارض مع صريح القرآن؟ فقد قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، فأجابه تعالى: لن تراني. غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن، تستدل بهذه الآية إلى نفي الرؤية، وهي حجة عليك لا حجة لك. حجة علي؟ كيف ذلك؟ المقصود بقوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا لن تثبت لرؤيتي، أما في الآخرة فقد أشار إلى تحقق الرؤية صريح القرآن الكريم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا أدري، ربما تكون على حق. أستودعكم الله. في أمان الله. في أمان الله. هل تذهب معي إلى دكان مروان؟ لا، اذهب أنت، لدي شيء أفعله. الحق يا شيخي أنني لم أستطع الرد عليه. لعلك خفت؟ لا، لم أخف، ولكنك لا تعرف ابن حنبل هذا، إنه من خيرة طلبة العلم، حافظ لحديث رسول الله واسع الاطلاع، صاحب حجة ولا يتكلم إلا بدليل. خشيت أن لا أكون له ندا في المحاورة،
فسكت. حسنا فعلت. لا أكتمك سرا يا شيخي أن كلام ابن حنبل وقع مني موقعا حسنا، كانت حججه في إثبات وقوع رؤية الله تعالى في الآخرة مقنعة، بل مقنعة جدا. أي آية تقصد؟ مما احتج به قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا أحسب بدرا إلا أخطأ في فهم الآية الكريمة، ولولا أننا مأمورون بحسن الظن بإخواننا من المسلمين لقلت أنه يردد كلام المعتزلة لا أكثر. صديقك على حظ وافر من الصواب. كيف ذلك يا ابن دؤاد؟ الله عز وجل لا يحده مكان ولا يحيط به زمان، ولو أثبتنا رؤية المؤمنين لله في الآخرة فهذا يعني أن لله جسما محدودا بمكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظر هنا لا يقتضي الرؤية كما قال صديقكم، وإنما المقصود به الإمهال، كقوله تعالى: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون. فيكون النظر بمعنى الانتظار وليس بمعنى الرؤية، رؤية العين. وهذا القول أحرى بتنزيه الله عن التجسيم. أعوذ بالله من مقالة السوء هذه. هذا لين لأعناق النصوص يا ابن أبي دؤاد، وخروجا بالكلام عن ظاهره. لم يقل بذلك أحد من السلف، لا، بل فيه من التهافت ما لا يخفى. هدئ من روعك يا ابن نوح، هدئ من روعك يا أخي، اجلس ودعني أسمع رأيك. أستغفر الله العلي العظيم. أولا، من قال إن النظر لا يقتضي الرؤيا؟ ثم انظر إلى قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ثم إلى قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآيات في ذلك كثيرة وكلها تقتضي الرؤية. أما القول إن معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، فهذا جهل في لغة العرب، فقد خلطوا بين نظرت إلى الشيء ونظرت للشيء، فقولك نظرت إلى الشيء لم يكن ذلك إلا بالعين. أما قولهم إن ذلك أحرى بتنزيه الله عن التجسيم، فأقول: نحن أهل السنة ننزه الله كما علمنا أن ننزه، بلا تعطيل أو تشبيه أو تجسيم، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فلله الأمر وما علينا إلا السمع والطاعة. لذلك فإن حجج من أنكر النظر لوجه الرحمن يوم القيامة واهية وباطلة بصريح الكتاب والسنة الصحيحة، فهي تناقض الآيات والأحاديث الصحيحة، وتمسك هؤلاء بمنطقهم الفاسد سيضر بهم أولا وبعوام المسلمين ثانيا أكثر. ولا أحسب بدرا إلا ضحية الآراء المنحرفة للمعتزلة وأمثالهم من أهل البدع والضلالة. كلامك يجانب الصواب يا ابن نوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأم عامر. جئتك زائرة يا أم أحمد. ونعم من زارنا أيتها المرأة الطيبة. تفضلي على الرحب والسعة. حنظلة، احضر ما تبقى عندك من ثياب لتنظفها هذه المأفونة.
لا أريدها أن ترتاح أبدا. وبعد أن تنتهي من الثياب اجعلها تنظف البسطة والسجاد. هل فهمت؟ فهمت. وإياك أن تغيب عن عينك لحظة واحدة، فهي داهية ماكرة. سأفعل يا زمردة، سأفعل. سأدخل لأرتاح. لقد خسرت يا فوز سيدا لن تجد مثله أبدا. قلتها لك وسأعيدها مرارا، اقبلي بأول مشتر فهو أفضل من الحياة مع هذه المرأة النكداء. أشد ما أخشاه أن تفقد زوجي صبرها، فحينها ستتمنين الموت ولن تجديه. ادعي الله أن يصدق الرجل ويعود ثانية. لا عادت ولا عاد، وإن عاد فلن يسمع مني إلا مثل. عنادك هذا سيقتلك، صدقيني إن هذا الرجل طيب القلب وسيكون معك أرحم من زوجي زمردة. فكري في الأمر، لن تخسري شيئا. كان الله في العون يا أم أحمد، إن تكاليف المعيشة أضحت صعبة، ركود في الأسواق وغلاء في الأسعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن ابني عامر يخرج كل يوم إلى عمله في الدكان من شروق الشمس حتى مغيبها، ولا يعود آخر النهار إلا بما لا يكاد يسد الرمق. لولا تشجيعنا لترك العمل في الدكان منذ زمن. ولما يترك العمل في الدكان؟ وماذا سيعمل إن هو تركها؟ قلت له ذلك، قال إنه يفكر في إيجاد عمل آخر يدر عليه مالا، لولا أنه مدين لكم بأجرة يحاول سدادها لترك الدكان منذ زمن. كان الله في عون العباد يا أم عامر. أخبرني عامر أن رجلا جاء إليه يريد شراء الدكان، يحسبها ملكا له، لكنه قال له إنها ملك لابن حنبل. هل عرض عليكم أحد شراء الدكان؟ لا لم أسمع هذا الكلام إلا منك الآن. ربما كان قد عرض الأمر على ولدك أحمد حفظه الله ونسي أن يخبرك. لا أظن أن ولدي أحمد يرغب في بيع الدكان. وما الذي يمنعه؟ إنها لا تكاد تعود عليكم بشيء يذكر. إن الألف درهم كفيلة بمساعدتكم مساعدة عظيمة، فلو اتجر بها أحمد لعادت عليه بأرباح مضاعفة. في غضون عام الألف ستصبح ألفين، والألفان خمسة. أي ألف درهم تقصدين؟ الألف درهم التي عرضها الرجل ثمنا لشراء الدكان. زيارتك يا أم عامر، لا تبخلي علينا بزيارة أخرى. زادك الله شرفا يا صفية، وددت لو أزورك كل يوم، ولكن كما ترين وهن العظم مني. أطال الله عمرك يا أم عامر. أراك بخير. وأنت بخير، بأمان الله، مع السلامة.
الله، غريب أمر السلاطين، إذا أرادوا يرمونك في القاع وإذا أرادوا يرفعونك لنعيم دنيا من حيث لا تتوقع. لم تخبرني أن الدكان جاءها مشتر؟ لم أرى الأمر مهما، فلم أرد أن تشغلي بالك به. وكيف لا يكون مهما والرجل قد دفع لك 1000 درهم؟ من أخبرك بذلك؟ إذن أخبرتك أم عامر. أجل، هي من أخبرتني، ولكن دعك من أم عامر وابنها وقل لي، أصحيح أن الرجل قد دفع لك 1000 درهم ثمنا للدكان؟ هذا صحيح يا أمي، ولكن الدكان أبي ليست للبيع. أيفرط أحد في مورد رزقه لقاء نقود ما أن يحول عليها الحول حتى تكون قد نفذت؟ 1000 درهم إن وظفتها في تجارة رابحة فكيف لها أن تنفذ؟ هذا لو كنت أفهم في التجارة يا أمي، فما بالك وأنا لا أفهم في أصولها شيئا، فقد أنفقت عمري في حلقات الدرس، إن للتجارة أهلها وأنا لست واحدا منهم. الرأي رأيك يا ولدي، فأنت رجل البيت وأنا لن أقدم على أمر أنت لست براض عنه، ولكن ها نحن نتناقش من أجل أن نصل إلى الرأي الصواب، وأنت ليس لك من الدكان سوى الاسم، فمنذ أشهر لم تعد عليك بدرهم واحد، وأنت على الرغم من اشتغالك بالعلم تضطر أحيانا إلى العمل من أجل أن تؤمن لنا نفقة البيت. وغدا إن ترك الإسكافي الدكان فستبحث عن مكتر آخر، ربما تجده في يوم وربما لا تجده في سنة، فلما هذه المشقة يا بني؟ وأنا لن أسمح لك بالعودة إلى العمل والانشغال عن العلم أبدا. أما قولك إن الدكان لم تعد علينا بدرهم واحد منذ أشهر فذلك صحيح، لأنني رأيت إنذار عامر في عسرته، وأخشى أنه يماطل في دفع أجرة الدكان لغرض في نفسه يخفيه ويدفعنا دفعا لبيعه. ولكن إن أردت بيع الدكان فلن أخالف أمرك، أما إذا أردت رأيي فأنا لا أوافق أبدا على بيعها، والقرار قرارك. والآن إذن لي، فلدي أمر مهم يجب أن أقضيه. كما ترى يا ولدي، رفقتك السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا عبد الله، تفضل. اسمع يا عامر، أريد منك أن تكمل شهرك في دكاني ثم تبحث لك عن دكان أخرى تستأجرها. ماذا؟ أظنه قد قرع سمعك ما قلت، وسأعيدها ثانية، أكمل شهرك في دكاني وغادره بمعروف. السلام عليكم. أبا عبد الله، ولكن يا أبا عبد الله، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلك يا عامر، يا ويل زوجي وأمي وأبنائي، يا ويلنا جميعا، يا ويلي أبا عبد الله، يا ويلي يا ويلي يا ويلك يا عامر. يا أحمد، أنا عمك وأحرص الناس عليك، وأنت تصر على حمل مشاغل الدنيا وحدك. لا أعلم لما لا تبوح بما يشغل بالك. أنت قلتها يا عم، أنت أقرب الناس إلي، ولو كان هناك ما تستطيع أن تساعدني به فلن أطلبه إلا منك. غاية الأمر أن أمي تفكر في بيع الدكان، وأخشى إن طالت معارضتي لرأيها أكون قد عقبته. إن أردت كلمتها وأقنعتها بعدم بيعها. لا لا لا، هو رأيها وقرارها ولن أخالفها. طردوني من الدكان، طارت معه أحلامي، هذا ما لم تحسب حسابه يا عامر، يا ويلي يا عامر،
ماذا سيفعل لك صهيب هذا؟ سحقا للطمع، سحقا للطمع. ألا تجلس يا رجل وتدعنا نفكر بهدوء؟ أجلس وبهدوء؟ لا تقلقي، غدا سنجلس معا نحصي ذرات تراب أرض بغداد بعد أن باع أحمد دكانه. لا تقلقي، كفاك والولة كالنساء. اجلس أيها الأحمق ودعني أفكر لك في حل.